مرحب بالسادة الحضور والسادة الزملاء وكباتن مصر الكبار. النهاردة إن شاء الله انطلاقة فعاليات النسخة الأولى من حفل الميفا أو حفل جوائز الأفضل في الشرق الأوسط لكرة القدم عن موسم 2023. الحقيقة قبل ما أبدأ كلامي عن النجاح أو الشخصية الناجحة لازم نقرب شوية من إيه المعطيات اللي خلتنا نشوف الشخص ده ناجح أو وصل إن هو يكون على القدر الكافي من النجاح والمسؤولية الملقاة على عاتقه. وبما إننا كمان بنتكلم على كرة القدم فأكيد يعني خلال مشوار لاعبي كرة القدم بيتعرضوا لضغوطات كتيرة جدا ومجموعة من الصعاب اللي بتكون في مشوار كل لاعب عايز يوصل للمقدار اللي بينويه من النجاح. هبدأ أتكلم عن بعض الصعوبات اللي بتواجه كل لعيب كرة قدم خلال موسم كامل. يمكن هي دي الجزئية اللي ارتكزت عليها في مقدمتي، إن النجاح مش موضوع مباراة أو مباراتين أو يعني إن هو يجيب هدف في مباراة، ولكن الموضوع موسم كامل. موسم طبعا بيمتد لأسابيع وشهور، ومع تلاحم المواسم كمان في مصر أعتقد الموضوع بيكون طويل شوية. هبدأ أول الأمور بالالتزام. الالتزام اللي بيكون عند كل لاعب، التزام فني، التزام بدني، التزام خططي. نتكلم كمان على الضغوطات اللي بيتعرض ليها كل لاعب. الضغوطات دي طبعا بتكون مجموعة من يعني الضغوطات اللي موجودة إعلاميا أو ضغوطات موجودة في الشارع أو الجمهور اللي بينتمي إليه كل لاعب. فبالتالي من خلال هذه المجموعة الخاصة من الضغوطات بيبدأ كل لاعب كمان ممكن يبقى متأثر جواه على مدار موسم كامل. الحاجة الثالثة والأخيرة واللي أنا لمستها طبعا من خلال معرفتي بعدد كبير جدا من لاعبي كرة القدم وهي جهاد النفس، وهنا هركز على الجزئية دي تحديدا. ان كل لاعب انا بقرب منه بشوفه مثل ناجح اعتقد ان هو بيحارب نفسه في امور كتيرة جدا، اللي هو تعالى نخرج في المكان الفلاني، لا مش هقدر اروح المكان ده تحديدا، تعالى نتأخر، لا لازم يلتزم بمواعيد نومه. ايضا كمان بيجوا على نفسهم كتير جدا في الموضوع اللي بتخص الحفاظ على يعني الاكل او الامور اللي بتخصهم. ده كله بالتبعيه هياخدنا لنقطه هامه جدا وهي العقليه الاحترافيه، والسؤال الاكيد اللي موجود عند حضراتكم وانتم كمان عارفين اجابته، هل كل لاعب يقدر يوصل ان هو يبقى ناجح؟ اعتقد ان بعض الصفات الشخصيه هي اللي هتبقى منطبقه على اللاعب ده الناجح المثابر الصبور الدؤوب اللي هو بمعنى اصح طمعان في النجاح. بما اننا كمان بنتكلم على لعبه جماعيه زي كره القدم اعتقد ان من خلال لعبه كره القدم بيبقى الانجاز الافضل لكل لاعب هو ان هو يحصل على بطوله مع ناديه او منتخب بلاده، فبالتالي هذه البطوله طبعا بتبقى هي المقياس للنجاح الجماعي. بس كل لاعب اعتقد من حقه ان هو كمان يحس باللحظه اللي يحس بيها بالاشاده، كلمه حلوه من الجمهور في الشارع، راي او مقال صحفي من احد الساده الصحفيين، فيديو لأحد طبعا السادة الإعلاميين بيتكلم فيه على مثابرته، كلمة حلوة من مجلس إدارته، وبالتالي كل هذه الأمور أعتقد بتوصلنا للمرحلة اللي احنا فيها حاليا وهي إن كل لاعب من حقه إن هو يكرم ويحصل على جائزة يحس بيها إن هو كوفئ على المشوار اللي بيقدمه على مدار موسم كامل. الكلمة اللي أنا قلتها في بداية حديثي. ومن هنا من خلال النسخة الأولى طبعا لحفل ميدل إيست فوتبول أوردز أو جوائز الشرق الأوسط لكرة القدم أعتقد أن كل المكرمين لما يطلعوا النهاردة على الستيج هنا ويحسوا أن هم كرموا، وكمان التكريم ده ما يكونش عبثي بمعنى أصح، يكون مبني على أسس وأرقام وإحصائيات، طبعا كل ده أكيد بيضيف للجائزة الكتير والكتير. النهارده باذن الله انطلاق فعاليات النسخه الاولى من حفل جوائز الشرق الاوسط لكره القدم عن موسم 2023. طبعا سئلنا كثيرا عن الفكره اللي جت للميدل ايست فوتبول اووردز او القائمين عليها، واعتقد ان افضل حد يبدا ان هو يتكلم على هذه الجائزه طبعا رئيس شركه الدير جيست الاستاذ ماجد حسني، فليتشرف طبعا بالصعود الى المسرح عشان نبدا نعرف منه كل التفاصيل الخاصه بهذه الجائزه. مساء الخير. مساء الخير.
برحب بالجميع ومتشكر جدا لحضوركم وتشريفكم. الحقيقه النوع ده من الحفلات ما بفضلش دايما ان احنا نقول فيه سبيتش يعني، بس هي عشان اول مره فحابب بس اقول التصويت ازاي عشان الناس اللي مش عارفه تبقى عارفه. احنا برضو ما حاولناش نفتي كتير، حاولنا نمشي زي ما العالم كله ماشي. فاخترنا ال 18 كابتن فرقه بتوع الدوري الممتاز، وال 18 كابتن وال 18 كوتش مدير فني بتوع الدوري الممتاز، زائد حوالي من 70 ل 90 اعلامي ومحلل. وبعتنا يوزر نيم وباسورد، كل واحد دخل صوت حط التصويت بتاعه، واللي ما كانش عايز يصوت على الانترنت كان بيبعت على واتساب، واحنا بنقوم بالدور ده في الشركه. فهي جايزة من المتخصصين إلى المتخصصين. ده سيمبلي يعني ليه اسمها الميدل ايست ما اسمهاش ايجيبشن فوتبول اووردز. يعني احنا حطينا مبدئيا ثلاث جوائز للصبغة العربية، وهي أحسن لاعب عربي وأحسن منتخب عربي وأحسن نادي عربي. الحقيقة الجائزة كانت المفروض تبقى ابتدت من حوالي 8 شهور، كانت على السيزن اللي قبل اللي فات مش اللي فات دوت، بس لظروف النتائج وظروف حاجات كتيره كده كنا كل شويه عمالين بنأجل لحد ما طلعت بره خالص، طلعت اوت يعني. فابتدينا نخش على الجائزه الجديده اللي هو موسم 2022 2023، وخدنا بس اهم جايز مش اهم جايزين يعني الجوائز اللي هي اشهر جايزتين، افضل حارس مرمى لسنة 2021-2022، وأفضل لاعب برضو للموسم المنقضي هيبقوا بريزنتد معانا في الجوائز بتاعة موسم 2022 و2023. أرقام كتيرة فممكن عشان ما لخبطش حضراتكم أسيبكم تستمتعوا بالحفلة. ومرة أخرى متشكر جدا لحضراتكم لحضوركم، وأتمنى تكون بداية جديدة لحاجة طبيعية إحنا نستحقها في مصر جدا، وطبيعي يكون لنا ريادة زي أي حاجة تانية لنا ريادة فيها. شكرا. بما أننا كمان بنتكلم على العقلية الاحترافية وقد إيه إن إحنا نشوف يعني نفسنا نشوف 100 محمد صلاح، نتكلم على فكرة دايما جذب انتباه للاعبين الصغيرين ان هم يبداوا من بدري ان هم ياخدوا خطوات نجم كبير زي محمد صلاح. وطبعا كباتن كبير طبعا بيشرفونا بالتواجد النهارده، ايضا كان ليهم مشوار كبير في القصه الاحترافيه. يعني مش عايز اخص حد بالذكر، بس النهارده بما اننا عندنا كباتن زي الكابتن عبد الستار صبري واحمد حسن وغيرهم العديد من اللاعبين اللي شرفونا، فاعتقد ده النهج اللي موجود حاليا لدى مجلس اداره نادي زد، واللي بدانا نلمسه مؤخرا. بدانا نشوف عدد كبير جدا من اللعيبه بتطلع، مش شرط ان هو يمضي عقد او يعمل كونتراكت، ولكن قصه ان هو يبدا يعمل فترات معايشه في الخارج، وتبدا الانديه دي تترقب البروجرس او مراحل التطور لهذا اللاعب. يعني مع مرور الوقت هيبدا هذا اللاعب يتطور ولا لا؟ وده بالفعل حصل مع اثنين من اللاعبين طبعا اللي احنا فرحانين جدا بخطواتهم اللي بانت في الفتره الاخيره. محمد هيثم طبعا اللي انتقل الى فيتوريا جماريتش، وايضا عمر خضر اللي بدا ان هو يخوض خلاص التجربه الاحترافيه. بنتمنى لهم ان شاء الله كل التوفيق. عمر خضر طبعا مع استون فيلا.